المقيمة بالخارج، وخاصة نجاحاتهم، نجاحات زادة اليوم نحكيو فيها وتألق الحقيقة لسنوات هو في الخارج. نحكيو على سي منصف الرياحي اللي عنده أكثر من 30 سنة ولا 30 سنة ربما في المهجر، نجاحات بالجملة ناخذوه الموضوع هذا ونحكيو فيه معاه. سي منصف الرياحي هو أيضا كاتب عام جمعية رجال الأعمال في السويد واللي تكونت سنة 2021، وكان معناها متألق جدا في الخارج ومصدر فخر للتوانسة. سي منصف مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا لتلبيه الدعوة. شكرا لكم أنتم على الدعوة هذه والبرنامج اللي على تنظموا فيه واللي هو منظم لكل حرفية ومهنية من شأنها أن يعزز روابط المودة والتعاون بين أبناء الجالية وتونس الحبيبة. أكيد يا سيدي، مرحبا بك. وإحنا في كل مرة نحكيه على التألق الحقيقة التوانسة في الخارج، هذا ما يمنعش اللي فما بعض المشاكل وإلا الرهانات والتحديات اللي إن شاء الله يا ربي نحاولوا بشوية بشوية هكا معناها نلقاو ديما فيها حلول. ولكن في الأثناء حبينا اليوم نحكيه عن تجربتك في المهجر. سي منصف، عندك الخط مفتوح لك، أنت باش تحكينا على هالتجربة هذه وسنوات من العمل وخصوصا نجاحات متميزة. شكرا. والله أنا اليوم سعيد جدا كتونسي مهاجر منذ أكثر من 4 عقود بأن أكون معكم في هذا البرنامج. أي ما شاء الله، معناه أكثر من 40 سنة طو. 40 سنة ما شاء الله عليك. أي وعليها الرحلة بتاعي كانت رحلة طويلة، وعليها بعد ما خلصت معناها الثانوية بتاعي جيت لهنا للسويد وكملت الدراسة بتاعي في جامعة أوبسالا، هذه جامعة مخصصة في ميدان الصيدلة، وهذا هو كان طريقي. معناها كملت الدراسة بتاعي واشتغلت مع معناها في صيدلة، لأن الصيدلة كانت تابعة للدولة حتى 2010 كان فيها مونوبول هنا. ومن بعد شفت الفرصة بتاعي أنا كتونسي هنا وفتحت الصيدلية بتاعي، ومعناها بدأت في معناها تصدير الأدوية لبلدان الخليج، وهكذا معناها بدأت الرحلة. الرحلة اللي هي ربما توسعت بشوي بشوي، عندنا 3 صيدليات اليوم سي منصف. اي عندنا 3 صيدليات. باش نحكيو على نجاحات مثالش باش من بعد نعرفوا بالحق احنا التوانسة كيفاش نجمو نتألقوا في الخارج وبالحق ما نحقروش رواحنا. التمركز كان في السويد والا في الارجي، احكي لي على بعض التفاصيل ربما اللي تتعلق بالتوزيع الجغرافي لهالصيدليات. والله التمركز هو في ستوكهولم معناها واحوازها. ستوكهولم في العاصمة واحوازها، ولان ستوكول معناها مش كبيرة والأحواز قريبة منها. أي. بدينا بالصيدلية الأولى، بشوية بشوية لباس تحسنت، مشيت الأمور. والله بديت بصيدلية أولى وبعد معناها نجحت وتحصلت على جائزة أحسن صيدلية في ستوكول، وهذا هي الحاجة اللي حب نحكي عليها. أي. أي بالضبط. أي. وهكذا معناها كان هذا تشجيع لي. أنا ربي كانت أخذت جائزة من والي ستوكهولم هنا، وهذا كان تشجيع لي أنا باش نستثمر في صيدليات أخرين، وكان لي معناها كانت لي فرصة باش نكون شريك مع شخص ثاني، وهكذا وفتحنا صيدلية ثانية وثالثة. ما شاء الله، معناها هي الأولى اللي معناها مصدر البخت، معناها كما نقولوا احنا مبروك عليك هكا ولا ليه؟ صحيح صحيح، هي الأولى هي المبروك عليك. الحمد لله. معناها ما شاء الله الصيدلية الأولى تفوز بجائزة أحسن صيدلية في ستوكهولم، بالتدرج ولات عندنا ثانية وثالثة، وإن شاء الله ربي يزيدك في النجاح والتوفيق زيدا كيف ويوسع رزقك. اليوم نحب نحكي على السمعة التونسية في ستوكهولم، اليوم اللي يرتاد للصيدلية هذه يعرفها اللي هي متاع تونسي. اي بالطبع، انا عندي اتصال معناها باهي مع الجالية هنا في السويد. أيه؟ ونحاول دائما باش نعاون ومعناها وننصحهم في ميدان او الصيدلة الادوية والطب. أيه؟ بحيث معروف على الصدى على في السويد هنا فهمتي، وتبارك الله عندي معناها علاقات طيبه مع سفارتنا هنا
سفارة تونس في السويد وأيضا السفارات العربية الأخرى، أنا اللي معناها نوزع لهم الأدوية. ما شاء الله عليك. به احنا حكينا على بدايتك، كيفاش خرجت من تونس؟ الهجرة في حد ذاتها كانت من اختيارك، وانت تبارك الله توا أكثر من 40 سنة. والله الهجرة ما كانتش من اختياري، بما أنا عندي أختي يعيشوا هنا من قبل. أنا جيت هنا باش نسلم عليهم ونكمل دراستي، وهكذا معناها الواحد عجبتني البلاد وقلت اوكي نكمل الدراسة بتاعي ونرجع لتونس. لكن معناها حاولت في عام معناها 87، لكن ما مشيتش. القدرة غاديك، القدرة شدتك غادي في السويد. القدرة شدتني لهنا وجبنا أولاد وفهمني أولاد أولاد تبارك الله. معناها ما شاء الله الواحد يحس بروحه معناها في معناها منشق ما بين بلدين. لكن أنا دائما تونس هي معناها الأم، تونس هي أكيد الحبيبة. وباش نحكيو على الحبيبة ديما واللي ندورو ونرجعو لها سوا في العطلة، وأنا ديما حتى الواحد في تفكيره عنده أكل يقعد وباش يمشي يستقر في بلاده، ربما تكون عندك الفكرة هذية. ولكن خليني نرجع سي منصف لتجربتك، وقلت معناها أنت بالصدفة مشيت معناها في زيارة للسويد وقعدت غاديك والكل، ما كنتش مكره على الخدمة غادي، ساعدتك توفق عجبتك معناها الفضاء العام والبيئة في السويد؟ والله عجبتني لأن فيه معناها كل شيء منظم هنا. أي. معناها كل شيء منظم ودائما هو النظام هو سبب نجاح الأمم فبدي بالضرورة. أي عجبتني البلاد هنا وكنت مرتاح في الخدمة متاعي، ومعناها وجدت أيضا معناها التشجيع من السلطة كل وهكذا. كان معناها قررت باش نواصل العمل بتاعي في البلد هذا. من السويد شنو اللي تعلمت؟ اليوم النجم نقولوا تونسي يعيش في السويد وتبارك الله معناه سنوات كبيرة، وتبارك الله معناه صغيراتك غادي والأحفاد وغيرها، شنو أكثر حاجة معناه نظام أثر فيك ولا فما حاجة أخرى؟ تم النظام واحترام الشخص أيضا. أي. احترام هو ما بين متبادل ما بين الشخص هو ما بين العرف ما بين الخدام، فهمتي؟ هو احترام للشخص. أي. وهذا مهم جدا. وأيضا والمعناها الواحد يكون معناها يحترم النظام البلاد اللي يعيش فيها. أي. معقول يحترم البلاد اللي عايش فيها، وديما فما حنين للبلاد وحنين لتونس، وديما معناها ندورو تونس في القلب وتونس ديما نحلو لها. كيفاش توفق بين العادات والتقاليد التونسية وبين معناها ضغوطات الحياة غاديكا في السويد؟ نعرفوا اللي ساعات مثلا عيد كبير ولا عيد صغير ما عندكمش عطلة، ولكن معناها كيفاش هكا توفقوا بين العادات وكل بهجة متاع العيد وكل شنية لازمك تزرع في صغيراتك وبين ضغوطات الحياة والمشاغل في السويد؟ الوطنية والعادات والتقاليد هو الطابع، معناها الواحد يزرع في أولاده من اليوم صغار، فهمتي؟ واحنا دائما رغم اللي معناها كم من عام الواحد عاش هنا من زال محافظ على عاداته وتقاليده، ودائما الحمد لله معناها هنا عندنا جالية ولو مش كبيرة برشا، الجالية بتاعنا 12,000 فقط. نتلمدوا في الأعياد في المناسبات، والحقيقة معناها السفارة دائما معناها تقوم بالواجب بتاعها في المناسبات في الأعياد الوطنية. ديما تلمكم؟ ديما تلمنا. هاي ممتاز. والشكر معناها موصول لهم الحق. يعطيهم الصحة. به ممتاز حاجة كيما هكايا نجمو كنا نثمنوها. العودة لتونس كيفاش تجي تقضي عطل في الصيف، تجي تزورنا في الشتاء في مناسبات مختلفة؟ احكي لي على. والله نجي في الصيف ونجي في الشتاء. أي؟ في الصيف ربما تكون سكودة علينا لأن أنا تعودنا بالطقس. صحيح. 20 تحت الصفر. أي صح عليكم. إنويلي هكا كي تبدأ غادي أنت في كل مرة وطقس بارد. أي. 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 على فكرة أنا من زد كي كنت في تونس رجعت أخيرا. أي. أما كنت عندي ارتباطات هذاك علاش ما ربما كنت نكون معك في معنا في الاستديو غادي، أما الله غالي. كل ما تجي مرحبا بيك في كل وقت يا سيدي. بارك الله فيك. زيارة للعائلة، وين المناطق اللي تمشي لهم سي منصف؟ والله نحب أنا نعرف. أنا أصيل الفحص وزغوان. أي؟ ربي عندي العائلة في زغوان وفي الفحص، ودائما معناها نزورهم هذا. أي. كواجب علينا في بدي. أكيد. أي.
ومن بعد وين تكون الوجهه؟ تمشي لمناطق ساحليه، تمشي والله نمشي للحمامات، من الحمامات قريبه لزغوان نمشي للحمامات. للحمامات معناها تو انت هزيت، معناها كي رجعت لغاديك السويد ولا لستوكول هزيت العوله نتاعك نتاع كعك الورقه والنسريه. زين النسري بغادي بالضبط والله مفيد، وانت صيدلي عاد لهنا خلينا نستغلوا الفرصه نعرفوا الفوائد الصحيه نتاع النسري يا سي منصف. اي بالضبط بالضبط به هما مختصين في الشيء هذا في زغوان وعلاه توكل عليهم. الهويه نتاع زغوان ديما معناها اللي يقول زغوان يقول نسري وكعك الورقه، واكيد عندهم الحقيقه برشا حاجات اخرى ما شاء الله ناشطين. نحب الحقيقه نفتح قوس فيما يتعلق بجمعيه رجال الاعمال في السويد واللي قلت انا تاسست عام 2021، شنو هي النشاطات اللي تقوم بها؟ علاش كان رجال الاعمال وحنا عندنا 120 الف تونسي او بالاحرى قديه قديه عندنا في السويد؟ عندنا 12 الف سامحني. اي والله الجمعيه هذه جات كونها احنا دائما احنا معناها اللي رجال الاعمال والكفاءات الكل كنا معناها نجتمعوا مع بعضنا ودائما نناقش شنو الحاجه نجموا نعملوها باش نساعدوا بلادنا فهمتي. وهذه الفكره جات من وقت الكوفيد وتبارك الله معناها احنا كنا نخدموا في صمت، معناها ما كناش عارفين بالاعانات اللي بعثناها لتونس. لكن كنا دائما موجودين هنا وقمنا بالواجب تاعنا معناها وبعثنا اعانات كثيره لتونس. وفكرنا باش معناها نعملوا جمعيه معناها ربما هي تكون للشركات اللي موجوده هنا باش تربط مع الشركات اللي في تونس، معناها همزه وصل. احنا الواجب معناها المهمه بتاعنا كهمزه وصل بين الشركاء في السويد وتونس. ولبس وايضا معناها باش نخدموا خدمة هي معنا خدمتنا صورة الوطن بالخارج هنا. كل التوفيق يا سيدي. حاجة ما تنجم كان تشرفنا وما تنجم تكون كان مصدر فخر لينا احنا توينسا. وقت لي بالحق تونسي يتألق في الخارج في ستوكهولم ويكون معناها يخدم في مجال الأدوية، تتألق واحدة من صيدلياته وتفوز بجائزة أحسن صيدلية في ستوكهولم. الحقيقة فخورين جدا سي منصف الرياحي، نحب نشكرك برشا ونقولوا لك ديما معناها هي غربة لمحالة، على قد ما تكون مرتاح معناها في أي دولة من دول العالم ديما نقولوا إن شاء الله ترجع بحذنا وإن شاء الله ديما تفرح بحذنا في تونس وإن شاء الله ديما نتلموا في الخير هكا ولا ليه؟ اي بارك الله فيكم ونشكركم على البرنامج اللي هذا معناه يربط الصله بين المواطنين في الخارج وبلدنا تونس، ونحن دائما نقول رانا كلنا مصممين على خدمتك الوطن والعالم بتاعنا. يخليك يا سيدي، شكرا جزيلا ليك سي المنصف الرياحي اكثر من